قليلة على الأرض بيتمتعوا بمجد عظيم في السماء، ولحد النهاردة بنعمل لهم تماجيد في الكنيسة. وكمان كل اللي سبق ودخل السماء بيجد السعادة الأبدية اللي بتبتدي من ساعة انطلاق روحه من الأرض. عشان كده مهم إن الواحد يكون ملتصق ومتشبه بربنا يسوع المسيح. نرجع لرسالة معلمنا بولس الرسول. احنا قلنا ان في الاصحاح الاول في رسالته لأهل فيليبي بين قد ايه اشتياقه ومحبته ليهم، وبين قد ايه ان هو حتى وان كان في السجن الا ان وثقه قد صارت ظاهرة في كل دار الولاية، وكأن حتى المكان المتعب المظلم اللي هو عايش فيه حوله لنور للكرازة، وابتدت الناس تؤمن وتقرب للمسيح عن ايديه. واكتر من كده ان الخدام كتيرة ابتدوا اما شافوه فرحان وهو موجود في السجن، وابتدى يرسل لهم رسائل تعزية، ابتدى يبقى عندهم جراء ان هم يتكلموا اكتر عن الانجيل، وابتدوا ان هم ينشروا البشارة اكتر، وابتدوا يعرفوا الناس طريق ربنا اكتر. ولكن زي كل زمان وزي كل الأحوال، إن ممكن يكون ناس جوه الكنيسة ولكن يكونوا متعبين للكنيسة، يعملوا إيه؟ ممكن يكونوا سبب ألم وتنغيص زي ما عملوا في بولس الرسول، ويقول لك كده: أما قوم فعن حسد وخصام. في ناس بتنشر أو بتحط بذور الخصام بين الناس، وعشان كده يقول لك مكرهة الرب زارع الخصومات بين إخوة. يعني ما حد يكون بيحط زي ما بتقولوا كده بيحط الاسفين ما بين اتنين، أو يحط كلمة كده يحبشها عشان تخلي في تعب ما بين الناس وبعضها، يقول لك ده الإنسان ده مكرهة الرب. طيب ومين اللي يكون ابن الرب بقى؟ يقول لك طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. ففي واحد منين ما يدخل يحل السلام والهدوء الفرح والطمأنينة الابتسامة والوداعة، وفي واحد منين ما يخش يقلب خصومات، يزرع خصومات، يقلب الناس على بعضها ويحاول ان هو ياخد مكانة احسن. طب عشان ايه؟ يقول لك عشان يبقى عدد الناس اللي بيتبعوني اكتر، او ان انا اخد تسلط على الاخرين، اخد مكانة احسن. طب هتوصل في الاخر لايه؟ لان ربنا بيرى القلب، مش بس يقول لك الانسان ينظر الى العينين، اما الرب فينظر الى ايه؟ قلبك ماشي فين. اما كان هم بيكرزوا كان هدفهم ان هم يضايقوا بولس، يقول لك ده او هو محبوس فاحنا نبتدي نكسب لنفسنا اتباع. ولكن يقول لهم بهذا انا افرح، بل سافرح ايضا. الله، انت فرحان ان الناس بتضايقك؟ اصل هم مش بيضايقوني انا، ده هم بينشروا اسم المسيح وانا فرحان ان اسم المسيح بينتشر، وكل ده هيقول لي للخلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح، فهطلع عشان اثبتكم على الايمان ويكون لكم فرح ان الطلبة اللي انتم بتطلبوها لاجلي اتحققت. قد كده قلب بولس الرسول حلو وجميل ونقي، وبيحب الناس، وحتى الناس اللي اساءوا لي هو كمان بيحبهم وبيطلب لهم كل خير. الإصحاح الثاني بيقول: فإن كان وعظ ما في المسيح، وإن كانت تسلية ما للمحبة، وإن كانت شركة ما في الروح، إن كانت أحشاء ورأفة. والمقصود هنا بكلمة وعظ، أما الواحد بيوعظ الناس بيشجعهم إن هم يقدموا توبة، إن هم يعملوا أعمال في الخدمة، إن هم يقدموا حياتهم لربنا، إن هم يسيبوا أعمال الجسد الظاهرة اللي هي ملهاش مش ذات قيمة، ويخلوا بالهم من الأعمال الروحية اللي هي هتقربهم للسماء وتخليهم مستعدين للأبدية. فالكلمة هنا إن كان تشجيع بروح يسوع المسيح ان الناس تعيش حياة حلوة مقدسة وتحتمل الألم بشكر عشان يكون لها مجد في السماء. طيب وبعدين يقول لك وان كانت تسلية ما للمحبة. كلمة تسلية مش معناها التسالي اللي هي يلعبوا حاجة او كده، لا، التسلية هنا معناها تعزية، ان يكون في تعزية بسبب المحبة اللي ما بين الناس وبعضها. يعني ما الاقي حد بيشجعني واقف جنبي وبيقدم لي محبة، فحتى لو كنت في بعض الألم أو في بعض المضايقات أو في بعض الاضطهادات، فالواحد بيتشجع إن هو
بسبب التعزية وإن الناس اللي حواليه إن هو يتشجع إن هو يتخطى المحنة اللي هو فيها. وعشان كده بيقول وشركة التعزية ومحبة وشركة روحية، يكون في شركة روحية. شركة ما في الروح، يعني الشركة تبقى شركة روحية. في ناس بتحب تتشارك في الحاجات الجسدية، ينزلوا يدوروا على لبس سوا، ينزلوا يجيبوا الخضار سوا، ينزلوا يعملوا مشروع سوا، ينزلوا يقعدوا على القهوة سوا، دي مشاركات جسدية. لكن في ناس ليهم مشاركات روحية، بيحرضوا بعض على المحبة، وبيحرضوا بعض على دراسة الكتاب، ويحرضوا بعض على أعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. يقعدوا يفكروا نفسهم إن إحنا موجودين في الأرض فترة، لأننا كلنا غرباء ونزلاء، وبنمر على كوكب الأرض فترة صغيرة، وبعد كده مكاننا مش في الأرض، ده إحنا مكاننا في السماء. فبيشجعوا بعض على الأعمال، يبقى في تعزية إن إحنا الحاجات الأرضية دي مش محتاجينها كتير، لكن محتاجين العمل الروحي. الحاجة التانية إن لو في ألم أو في ضيقات بنصبر بعض عليها وبنقف مع بعض عشان نخطيها. والحاجة التالتة إن تكون شركتنا مش شركة جسدية أرضية لفترة زمنية محدودة، ده شركة روحية هتستمر معانا كمان في الأبدية. وعشان كده يقول لك ده كده إن كانت أحشاء ورأفة. الأحشاء دي اللي هي قلب الإنسان والكبد. كان زمان القدماء بيظنوا إن قلب الإنسان وكبده هو مصدر المشاعر. ولحد النهاردة إحنا أما حد بيحب حد يقول له أنا بحبك من قلبي، أو إن قلبي وجعني على كذا، مش المقصود إن القلب اللي هي عضلة القلب، ولكن قلب الإنسان اللي هو ما بداخله. فإذا كان قلب الإنسان مليان رحمة ومليان حنان للناس اللي بيحبهم والناس اللي قريب ليهم والناس اللي بيهتم بيهم، يبقى أصبح النهاردة التشجيع في المسيح، والتعزية بسبب المحبة، والشركة الروحية بسبب الحنان اللي مالي القلب وبسبب الرحمة اللي مالية القلب. وعشان كده ما بنقول كل حاجة بنقولها في المسيح. ليه في المسيح؟ لأن ممكن الناس حتى اللي بره الكنيسة خالص يكون أصحاب بس بيحبوا بعض قوي، بس المحبة مرتبطة بالمصلحة أو مرتبطة بالتواجد الزمني أو لكن هنا المحبة شركة في الروح وشركة في الاهتمامات بالأبدية، والتعزية بسبب إن أي ضيقة ممكن تمر عليها يكونوا بيصلوا مع بعض، بيشجعوا بعض إن يخطوا كل الضيقات بشكر. وابتدى يقول لهم حاجة، يعني برضو بصوا التشجيع بتاع بولس الرسول، يقول فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة مفتكرين شيء واحد. 4-1 في آية واحدة. الهدف ايه؟ اول حاجة تمموا فرحي، يعني اما تحصل حاجه تخليكم مفترقين عن بعض ومتضايقين من بعض، وتقول فلان انا ما بكلموش، وفلان انا مش طايقه، وفلان اما بشوفه بعايز اودي وش الناحيه الثانيه، وفلان اما يكون معدي اعدي على الرصيف الناحيه الثانيه عشان الله، لا لا انت هتزعل من فلان وفلان وفلان. طب ما دول اللي هتبقى معاهم في الابديه، دول اعضاء جسمك، الجسد الواحد اللي انت عايش معاه. تخيل لو واحد ايده مش قادره تخدم ايده الثانيه، اما يجي يمسك حاجة يقول لك ده حتى لازم يمسكها بايه؟ بايدتين الاتنين. طب لو مسكها بايد واحدة هيحصل له ايه؟ مش ممكن يتحكم فيه. وعشان كده اما بيبقى انسان روحي بيقوم طريقه بسرعة، يخلي باله ان المحبة هي اللي ابقى، وان العشرة والاعمال الصالحة هي اللي في الاخر هتؤهل الانسان للملكوت. عشان كده مخيف ان الواحد ما يكونش فرحان لفرح الاخرين، وده اللي بيدعونا لينا الرسل، يقول لك كده فرحا مع الفرحين. ايه اللي بيخليني افرح؟ سهل جدا الناس تبكي مع واحد بيبكي او واحد متأثر، ساعات كتيرة بنعملها، لكن افرح لفرح الاخرين ده حاجة داخلة من جوه القلب. وعشان كده بولس الرسول بيشجعهم بيقول لهم تمموا فرحي، اما لقيكم كلكم بتفكروا فكر واحد وبقوليكم محبة واحدة بنفس واحدة مفتكرين شيء واحد. عشان يبقوا يوصلوا لكده، هل معنى كده ان كلنا لازم نبقى رأي واحد بس؟ لا، حتى وان اختلفت الاراء
إلا إن المحبة بتخلي الآراء دي كلها تتحط جنب بعضها عشان نصل في الآخر إلى فكر متكامل. زي ما يبقى يقول لك الناس دي كلها بتشتغل في المشروع، بس المشروع فيه إيه؟ في ناس مهندسين بتعمل التصميم، وفي ناس بتعمل الديزاين الداخلي، وفي ناس بتعمل الفرش اللي جوه، وفي ناس بتشوف ازاي هيكيفوا المكان، وفي ناس بتشوف ازاي هينوروا المكان، وفي ناس بيشوفوا ازاي هيبقى السباكة بتاعت المكان. طب كل دول، واحد هيقول انا هعمل السباكة اهم حاجة، واحد هيقول الكهرباء اهم حاجة. طب ولو ما تحطش اساس كويس يشيل الكلام ده كله، ولو في الاخر ان المبنى كله لا يصلح، يبقى هنا لازم التكامل في الاختصاصات. وهنا عشان كده ربنا بيدي لكل واحد موهبة وكل واحد وزنه، وما ربنا يدي لكل واحد وزنه عشان الناس في الاخر تتكامل مش تتعارك. اما يبقى واحد حاسس ان دوره هو اللي بيعمله هو اهم دور، دايما تبص تلاقيه سبب ازعاج للاخرين، لكن اللي بيتكامل مع الاخرين وحاسس ان احنا لينا فكر واحد لان هدفنا في الاخر واحد، انت باصص على المسيح وانا باصص على المسيح. احنا ممكن نكون باصين من اتجاهات مختلفة، لكن ده عشان يكمل الصورة. زي ما يجي واحد يقول لك لا ده في الاناجيل اختلافات، يقول لك لا ده كل واحد من البشاير الاربعة شاف من اتجاه وبيتكلم. فقديس متى الرسول عشان كان بيكلم الناس اليهود، فهو عارف عوايد اليهود، وابتدى يقول لهم شواهد من العهد القديم عشان تقرب لذهنهم الكلام. لكن لما يجي معلمنا مرقس بيكلم الرومان، عايز يبين لهم قوة المسيح لان هم بيؤمنوا بالقوة وجبروته وقدرته وسلطانه. طب اما يجي واحد زي يوحنا وعنده بدع هلاك كتيرة موجودة، ابتدى يكلمهم ان ده الله اللي ظاهر في الجسد، فيقول لهم في البدء كان الكلمة، وفي الكلمة والكلمة كان عند الله وكان كلمة الله. طب هل ده بيختلف عن ده بيختلف عن ده؟ لا، ده كلهم بيتكاملوا. طب اما يجي معلمنا لوقا يكلم اليونانيين، يبتدي يكلمهم ويعرفهم يعني ايه ذبيحة بتتقدم لله، ويعني ايه حياة حلوة مقدسة يعيشوا في طهارة ونقاوة ويقربوا لربنا، وازاي يعرفوا طريق ربنا. يبقى كل واحد منهم ليه توجه، لكن كلهم ماشيين في نفس الاتجاه، كلهم باصين على المسيح، ولكن كل واحد شرح بالطريقة اللي تناسب الشعب اللي قاعد في وسطيه أو الناس اللي هو موجه ليهم الرسالة. يبقى هنا ما اختلفوش في إن هم ليهم فكر واحد، وإن اختلفوا في الطرق ولكن ليهم الفكر واحد. وبعدين يقول لهم لكم محبة واحدة. حتة محبة واحدة دي تخلي إن كلهم على قلب رجل واحد زي ما بيقولوا، مش منقسمين. يقول لك اصل المجموعه دي بتقعد مع بعضها، طب والمجموعه دي لا، بس دول ما يحبوش دول، عارفين دول فريق كذا ودول فريق كذا، دول فريق ابونا فلان ودول فريق ابونا فلان. لا طبعا، الكنيسه ما ينفعش يكون فيها هذا التحزب. يكون لكم محبه واحده بنفس واحده، يعني الناس اللي مشاعرها كلها قويه وكلهم قريبين من بعض وكلهم بيليهم فكر واحد، فبتبقى المشاعر دي بتقربهم كلهم مع بعض، فبتخليهم يتفاعلوا مع بعض تفاعل روحي، وكمان حتى على المستوى العاطفي بطريقه واحده، لان هدفهم واحد هو مجد المسيح وليس المجد الشخصي. مفتكرين شيئا واحدا، اما جه مره يقول لنا اما نحن فلنا فكر المسيح، يعني لازم نفكر بالطريقة اللي فكر بها المسيح. عشان كده يبتدي يشرح لهم ازاي يكون لينا فكر واحد. يقول كده لا شيئا بتحزب او بعجب، او بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض افضل من انفسهم. يعني ايه؟ لو في واحد حاسس بنفسه عنده عجب، عجب ده اللي هو جاي من الكبرياء، معجب بنفسه، معجب بطريقة تفكيره، معجب بأسلوبه، حاسس ان هو ادارته احسن ادارة واسلوبه احسن اسلوب، وهو اللي بيعمل احسن مجهود، وهو اللي بيفهم في كذا وبيفهم في كذا وبيفهم في كذا، هيبقى دايما شاعر بارتفاعه، شاعر بتعاليه، تبان نظرة الكبرياء في عينيه.
يبان استهزاؤه بآراء الآخرين وعدم اكتراثه بآرائهم. وعشان كده تبص تلاقي الارتفاع والعجب ده يعمل فيه ايه؟ مش عايز يشترك معاهم في الفكر الواحد، يبتدي يعمل ايه؟ يناقض أفكارهم. وعشان كده يقول له لا، خليك بقى بتواضع بتواضع، حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. يعني عشان تكسر الحتة دي، قول فلان أفضل مني وبيفكر في الموضوع أحسن مني، مش معنى كده إن أنت ما تفكرش، مش معنى كده إن أنت ما تشتركش، ولكن أما تشترك تشترك بهدوء بإنسان متواضع، مش بعلو الصوت. في ناس يقول لك كده خدوم بالصوت، لا. في ناس تزرع خصومات برضو لا. في ناس تبين تسلطها برضو لا. مش ده طريق ربنا، طريق ربنا بتواضع. الواحد يتواضع في حكمه، يتواضع في بمحبته، يتنازل عن رغبته هو الشخصية عشان يرضي الآخرين. طب وهنا يقولك لا بقى، لأن خلوا بالكم، تفتكروا أما قالوا للمسيح إن أنت بعل زبول تخرج الشياطين، قال لهم خلوا بالكم إن كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب. وبرضو ده اللي بيحصل في البيت، لما يكون البيت فيه واحد معجب بنفسه، حاسس ان هو اللي لازم يرتاح، وهو اللي لازم يفرح، وهو اللي لازم ياكل ويشرب، وهو اللي لازم يتقدم له الخدمات، تبص تلاقيه سبب ثقل وتعب على اللي حواليه. لو هو الحاجات اللي بيطلبها ليها الاولويه، يبقى سبب تعب للي حواليه. لكن تخيلوا واحد بيدور على راحه الاخرين قبل راحته، على فرحه اللي حواليه قبل فرحته، يبقى ده الانسان اللي بيتشبه بالمسيح. وعشان كده مش مهم ان احنا نعمل اعمال كتيرة، ولكن اما تعمل حاجة ما تعملهاش بدافع الغيرة او دافع الغرور. لا غيرة ولا ايه؟ ولا غرور. يفتكر ان انا عشان ليا مكانة، انا عشان ليا قدرة، انا عشان واصل، انا عشان، لا 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 لا، مش ده اللي ربنا بيشتغل بيه. وإذا ظهرت بالصورة كده، خلي بالك ربنا في لحظة المتعالي ما بيكون لش مكان، لأن برضو مكرهة الرب العيون المتعالية. الإنسان اللي يفتكر إن هو ما فيش أحسن منه، ما فيش واحد بيفكر زيه، ما فيش واحد يقدر على اللي هو بيعمله. عشان كده يقول لهم لا تفعلوا شيء بدافع الغيرة أو الغرور، بل تواضعوا، وليعتبر كل واحد أخاه أفضل من نفسه. لازم كل واحد يفكر إن اللي حواليه دول ممكن يكون اللي فيهم أحسن منه. أقول لكم قصة صغيرة كده. أنتوا عارفين كلكم ساعة ما حصل إن الحاكم بأمر الله، أو أنا نسيت مين الخليفة اللي قال لهم لو هتقدروا تنقلوا الجبل المقطم يبقى، والا يبقى انتوا خلاص مش هيبقى في نصارى تاني. مين اللي قدر ينقل الجبل؟ البطرك، أرخنة الكنيسة، اغنى ناس في المنطقة. عشان كده خلوا بالكم ان ممكن من الناس اللي احنا بنستقل بيهم واللي احنا مش شايفينهم قدام عينينا، يكون صلاتهم مقبولة عند ربنا وبتنقل جبال، واحنا ممكن نكون صلاتنا ما بتطلعش فوق راسنا. فعشان كده احسبوا بعضكم البعض افضل من انفسه. مانيش عارف اللي جنبي ده مجايز صلاته ممكن توصل لربنا. وعشان كده برضو حاجة عجبتني، كلمة منزلها سيدنا الانبا رافائيل، بيقول كده ما تخليش حد يبات في ليلة وقلبه بيشتكي عليك. يبات ليلة واحدة وقلبه ايه؟ بيشتكي عليك. لأن شكوة المظلوم أو شكوة التعبان قدام ربنا ممكن تعمل أعمال كتيرة. اوعى تبات ليلة وانت مزعل حد وفي قلبك شكوى، أو خليت في قلبه شكوى عنك. لا، لازم تبقوا حاسبين البعض أفضل من إيه؟ أنفسهم. لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد ما هو إلى آخرين أيضا. خلوا بالكم الحتة دي، الحتة دي في البولس اللي بيتقري يوم الجمعة العظيمة الساعة السادسة. ليه اختارته الكنيسة؟ لأن المسيح هو أما جه وتحمل الألام دي كلها، تحملها عشان خاطر مين؟
لا ينظر كل واحد إلى ما هو لنفسه بل ما هو لآخرين. أكتر حاجة بتهد البيوت وبتبوظ الخدمات وبتتعب الكنايس إن كل واحد بيبص لإيه؟ لنفسه. أحب نفسي أولاً. أما يكون بيحب نفسه الأول تبص تلاقيه ممكن يضغط على اللي حواليه وممكن يضايق الناس اللي ليه وممكن يكون سبب إزعاج وتعب وسبب مرارة. ليه؟ لأنه بيبص لنفسه. تخيل واحد بيبص للآخرين أكتر من نفسه. تخيل واحد بيحب الناس جدا لدرجة إن هو ممكن يضحي براحته عشان أو يتعب عشان خاطر يبسطهم. هنا ده الإنسان اللي بيصنع فكر المسيح. عشان كده لازم الواحد مش يهتم بمصالحه وخلاص، أو إن هو يفكر في حاجاته احتياجاته الشخصية ولا لأ. لأ، ده لما يوم ما تيجي تفكر في حاجة فكر في خطاياك، فكر في خطاياك عشان ترحم أخاك. كمان فكر في دينونة الله، لأن في يوم من الأيام ربنا هيجي يقول لك بص فلان اللي أنت كنت بتضايقه وبتضطهده ده، بص صلاته عملت إيه، بص جاب قد إيه ناس لربنا، بص أنت بمضايقتك ليه أخد أكاليل قد إيه. لكن أنت بسبب تعبك إن أنت شخص متعب مش هيكون ليك مكان معانا. نظرة الإنسان إن هو أفضل من اللي حواليه بتخليه بيضغط على اللي حواليه ويضايقهم. وعشان كده كل واحد يحسب اللي حواليه أحسن منه وأفضل منه حتى إن كان فيك شيء صالح. فمين اللي ادهولك؟ ما تقعدش تفتخر بحاجة حتى لو كانت في إيديك لأنها مش ليك، مش بتعبك وذكائك ومهارتك. حتى لو فيك نسبة من الذكاء، مين اللي أعطاك هذا الذكاء؟ لو فيك قوة، مين اللي أعطاك هذه القوة؟ لو فيك ليك مكانة اجتماعية أو اقتصادية أو قدرات رائعة، مين اللي زود قدراتك واداك مهاراتك؟ ده في مرة واحد من الملوك مشي يتمشى كده قدام المملكة وشايف المملكة أليست بقوتي وباقتداري فعلت كل هذا؟ قال له ده 7 سنين هتمشي زي الحيوان تبتل بندى السماء وتاكل من عشب الأرض واستطالت ضوافره وأصبح شكله زي الخنزير. الله، إيه ده يا رب ده؟ ليقول لك لأن ليعلم أن الله هو المتعالي في المملكة. عشان كده فوق العالي عالي والأعلى فوقهما. اوعى تستكبر. أكتر حاجة كمان بتبين إن الإنسان المفروض ما يفتخرش أصلها وزنات. ربنا مدي لكل واحد وزنة عشان يتاجر بيها. فأنت بتفتخر إن أنت واخد 5، طب ما دور إن أنت لتكون ما تاجرتش بيهم كويس. لتكون أنت بتفتخر إن معاك 5 وزنات وبتضغط على اللي معاه 2. طيب ما هو لو تاجر بالاتنين وربحهم هيكون ليه مكان في السماء ويبقى خد 100%. وانت ممكن تكون اخدت الوزنة بتاعتك وتمرتها او تعاليت بيها وافتخرت بيها فضيعت نفسك وضيعت الحاجة اللي انت خدتها. وعشان كده مهم ان حتى لو كانت وزناتك اكتر من اللي حواليك اوعى تستقل بيهم او تتعالى عليهم. إذا كان واحد بيشعر إن هو الأحسن فلازم يكون في فكر ربنا يسوع المسيح، ما يبصش لنفسه، يبص بالتضاع للي حواليه ويحب الناس اللي ليه. وحتى إذا كانت ناس بتعاديه يفكر يقول له يا رب تهديهم مش تحرقهم وتعميهم. ليه؟ ليه؟ لأن اللي أنت بتطلبه لغيرك أنت بتناله. اللي أنت بتطلب فيه أو اللي أنت بتراعي فيه ربنا هو كمان هينظر إليك. ما تبصش لنفسك، ما تهتمش بمصالحك الشخصية، ما تقارنش نفسك باللي حواليك، ما تقعدش تدين في الناس وتمسك فيهم. عشان كده حط نفسك مكان الآخر وشوف مين اللي محتاج وقدم له. لو قدرت ان انت تقدم حاجة قدم، ما قدرتش على الأقل ما تنتقدوش وما تعرضوش وما تقفش ضده وتتعبه في مصالحه. وعشان كده يقول لنا كده ايه؟ فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا. المسيح فاتح ايديه على الصليب يقول لكم بصوا بقى، وليكن فيكم هذا الفكر الذي
في المسيح يسوع أيضا. إيه بقى الفكر اللي في ربنا يسوع المسيح؟ هيبتدي بقى يشرح لنا إيه طبيعة فكر المسيح. يقول: الذي كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله. كلمة صورة هنا مش معناها الصورة اللي زي اللي متعلقة، لا، ده إن الجوهر اسمها مارفي باليوناني ومعناها الجوهر. كلمة الجوهر يعني من نفس جوهر اللاهوت، اللي هو الله نفسه، يعني هو الله نفسه. فهنا له نفس الجوهر. الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة، يعني مش هيكون واخد حاجة يعني مش بتاعته، مش هياخد حاجة خلسة، مش هيغتصب حاجة مش ليه. ده هو صورة الله، أن يكون معادلا لله. وفي حتة تانية يبين أكنها إيه؟ أن مساواته لله امتيازا، ما اعتبرهوش أن هو غنيمة لازم يستفاد بيها لوحده، لا، ده إيه؟ عمل إيه؟ أخلى ذاته، يعني ساب هذا الامتياز وساب هذا المجد وساب هذه المكانة في السماء وساب تسبيح الملائكة وعمل إيه؟ تنازل ونزل لينا على الأرض. بيقول لك: لكن أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. بصوا الجمال قد ايه. مش بس ان هو كان ايه اللي يتعبه ينزله من سماء، لا، ده اخذ ايه بقى؟ صورة عبد. هنا كلمة صورة غير صورة الاولانية. الصورة الاولانية او في صورة الله يعني من نفس جوهر الله، لكن هنا ما بيقول أخلى ذاته أخذا صورة عبد، يعني أخذ شكل الجسد الإنساني، مش شكل، أخذ إنسان كامل. وعشان كده لازم نبقى عارفين أن ربنا يسوع المسيح طبيعة واحدة من اتنين. وعشان كده بنقول في القداس: لاهوته لم يفارق ناسوته. دايما بحب أفكركم بالحتة دي، يعني دلوقتي أما يكون المسيح ماشي على رجليه يبقى ده ماشي بناسوته لكن لم يفارق لاهوته. طب اما يمشي على الميه، لان قدره لاهوته رفعت ناسوته. طب يحط ايده على المولود اعمى، بيحط ايده، دي ايد ايه؟ ناسوته، صح، لكن شفاه بقدره لاهوته، عشان كده خلق له مكان للعينين. يقف قدام القبر بتاع لعازر ويقول له: عازر هلم خارجا. يقول له: يا سيد انت لي 4 ايام. لكن وقف ونادى وهو واقف بايه؟ بناسوته. لكن مين اللي قوم لعازر؟ قدره لاهوته. طب حطه على الصليب، يقول له: انزل على الصليب. هو مين اللي مصلوب؟ اللاهوت ولا الناسوت؟ اذا كانت صلب بناسوته لكن لم يفارقه لاهوته، عشان كده حتى اما مات المسيح جسده لم يتحلل، ولم، لان ايه؟ لانه مرتبط بايه؟ متحد بايه؟ وده اللي احنا عارفينه. بغير اختلاط ما ينفعش حاجه تختلط، يعني ما ينفعش نحط شويه ملح على الرز يختلطوا، ولا امتزاج، يعني لما ندوب شويه ملح في ميه يبقى ده اسمه ايه؟ امتزاج. ولا تغيير، يعني ممكن اما طبيعه تيجي مع طبيعه تانيه حاجه تغير في الاثنين، ما حصلش تغيير. اما تيجي تحط حديدة في النار، الحديدة بتحمر ويبقى شكلها زي الايه؟ النار، ولو لمست اي حاجة تحرقها. لكن هل قواص الحديد اتغيرت؟ قواص الحديد ما تتغيرش. طب هل قواص النار اتغيرت؟ قواص النار ما تتغيرش. طب لو جم يتركوا عليها، هيتركوا على الحديد ولا هيتركوا على النار؟ على الحديد. طيب ولكن النار مش ممكن ان هي تتأثر، عشان كده اما صلبوا الجسد تركوا على الايه؟ على الحديد. دق المسمار في الجسد، لكن هل دق المسمار في اللاهوت؟ لا. طيب اتحاده بلاهوته خلى المسيح قام، وعشان كده بيقول: الذي كان في صورة الله من نفس جوهر الله لم يحسب خلسة ان يكون معادلا لله. هو الله، وعشان كده أخلى ذاته، أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. يعني فضل أخذ
جسد إنساني كامل أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الله القديسة. وبعدين عمل إيه؟ نقول بقى بقية الاعتراف. يقول كده: أما جرد نفسه من كل شيء وأخذ طبيعة العبد، صار إنسان كالبشر زي البشر بالظبط بغير أي افتراق. يعني عشان كده تلاقي المسيح اتكتب عنه إن هو جاع وإن هو عطش وإن هو مشي على الأرض وإن هو تألم وإن هو حزن وإن هو ابتدى يدهش ويكتئب وإن هو بكى. يقول لك بكى يسوع على قبر العازر، وإن هو اضطربت أحشاؤه أما لقى الامرأة اللي هي خارجة من أرملة يانيين بتبكي. يبقى كل الحاجات دي إيه؟ حاجات إنسانية. طيب اللاهوت بياكل أو بيشرب أو بيعطش أو بيمشي أو لا، لأنه هو مالي السماء والأرض، ولكن أخذ إنسان بشريا كاملا. وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الصليب. يعني حتى أما أخذ الجسد الإنساني ده منزلش في مكانة عالية جدا جدا جدا، مكان ممكن ينزل ملك ملوك الأرض، ولكن هو اختار ان هو يولد في مزود كانت فيه الحيوانات ويتحط في معلف الحيوانات، وقبل ان هو يكون من ابوين فقيرين جدا. ده الكلام ده كله ليه؟ عشان اخلى ذاته صائرا في شبه الناس. واذ وجد في الهيئه كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت، موت الصليب. طب هو اطاع مين؟ أطاع مين؟ أطاع الترتيب الإلهي اللي وضع لأجل خلاص البشرية من ساعة أما وعد آدم زمان وقال له نسل المرأة يسحق رأس الحية. حط قاعدة إن هيجي يوم وهيحصل الفداء، ولأن كان الإنسان ملعون وقال له ملعون الأرض بسببك، وعشان كده هو صار لعنة، وعشان يصير لعنة اتعلق على إيه؟ خشبة. وعشان كده تحمل اللعنة عننا وشال عننا ضعفنا وكل الأسباب اللي كانت أو كل الخطايا اللي كانت موضوع علينا. يقول لك كده: حمل كل الخطايا العالم. هذا هو حمل الله الذي يحمل كل خطايا العالم. طب إيه كمان؟ يقول له كده: الأرض هتنتج لك شوكا وحسكا. وعشان كده اتاخد من الشوك وتعمل له إكليل الشوك. وفي الآخر المحبة اللي أحبنا بيها يقول لك كده: طعنوه لأنه كمان جرح في بيت أحبائه. إذ وجد في الهيئة كإنسان، يعني صار في هيئة البشر، إنسان كامل بشري كامل، بس مش إنسان عادي، لأن حتة إنسان كان بلا خطية وحده، وكان كمان متواضع جدا أطاع حتى الموت على الصليب. طيب إيه كمان؟ يقول لك: ولذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم. جه واحد مسك الحتة دي بقى اسمه أريوس وقال لك رفعه الله يبقى هو أقل من الله. لا، مش احنا بنقول في جوهره هو الله؟ طيب اما هو تواضع اتغير عن انه هو الله، ولا في كل وقت هو الله وهو الانسان؟ المسيح وهو على الارض كان في كل وقت هو الله وهو الانسان. طيب اما بعد ما اخلى ذاته وادى المهم على الارض عمل ايه بقى؟ يقول لك صعد الى السماوات وجلس. طب هو الاب عنده يمين وشمال؟ لا، يعني في عزة الله وفي قوته. وعشان كده أما ظهر أو شافه يوحنا الرائي في سفر الرؤيا، يقول لك لما شافه يقول لك سقطت عند رجليه كميت. إيه اللي حصل؟ أصل ده أصبح في مجد رهيب ما قدرش إن هو يتخيل. نفس الحكاية حصلت معهم أما أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وطلع على جبل التجلي، وابتدى المشهد كان جميل جدا، وابتدى جاله موسى وإيليا وابتدوا يتكلموا معاه، ولكن يقول لك ده وجهه كان منير زي الشمس. طب هنا أما ربنا يبتدي يظهر جلاله ومجده، مين يستطيع الوقوف؟ وعشان كده
بيقول لك رفعه الله ايضا واعطاه اسما فوق كل اسم. هنا اصبح اعلى مرتبة واعطاه الاسم الذي يفوق كل اسم على الارض. الاسم اللي كان يفوق كل اسم على الارض هو يهوه من العهد القديم. وهنا اما جه المسيح يكلمهم كل مره يقول لهم انا هو، اجو اني، انا هو. انا هو ايه بقى؟ حط وراها كل الصفات. انا هو نور العالم، انا هو القيامه والحياه، انا هو الاول والاخر. كل حاجه قالها ربنا يسوع المسيح عشان تصف مجد لاهوته وان هو الله الظاهر في الجسد. وعشان كده يقول لك لكي تكسو باسم يسوع. هنا تكسو غير مثلا المطانية اللي احنا بنعملها احتراما للبطرك او للاسقف او احتراما لبعض، ما يجي ابونا ينحني قدام الناس يقول لهم اخطيت سامحوني، ده احتراما. ولكن هنا يكسو بمعنى العبادة. ومين الذي يقول لك للرب الهك ايه تسجد؟ ما ينفعش تسجد لحد تاني غير ربنا. لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة، ما في السماء، الملائكة والقديسين اللي سابقونا على السماء هيكسوا لربنا يسوع المسيح. عشان كده اما نشوف في سفر الرؤيا نقول لك الايه، يجي ال 24 شيخ او ال 24 قسيس يعملوا ايه؟ يخلعوا التيجان ويقوموا على كراسيهم يقدموا بخور ويسجدوا امام الحي الى ابد الابدين. تكسو باسم يسوع كل ركبة من في السماء ومن على الارض. احنا بنقول له كده، احنا بنسجد لك ونباركك ونطلب وجهك، مش كده؟ مش ده اللي احنا بنعمله؟ اول ما نخش الكنيسة المفروض نعمل ايه؟ نسجد. طب وفي بيتنا؟ بنسجد في كل مكان، نسجد لله. ومن تحت الارض، يعني مين بقى اللي تحت الارض دول؟ يقول لك حتى الشياطين يؤمنون ويقشعرون. ولكن مش مقصود ان الشياطين بيسجدوا لربنا سجود العبادة، ولكن سجود الرعب والخوف. ويعترف كل لسان ان يسوع المسيح هو رب. يبقى اما يجي واحد ياخد آية واحدة من النص يضل ويضلل الاخرين، زي ما احنا قلنا كده ان في ناس ازعجت بولس بسبب تعليمهم الخاطئة. لكن حتة يعترف، عشان كده احنا بنقول له نعترف لك ونمجدك. اما اعترف ان ربنا صاحب الفضل عليا وصاحب النعم اللي في ايديا والوزنات اللي اتمني عليها، اقول له اشكرك يا رب، اعترف بمجدك، اشكرك على العطاياك الجزيله، نشكرك من اجل هذه النعم العظيمه. زي ما كنا بنقول في القسمه بتاعه صوم الرسل، نعم كتيره ربنا ادهلنا، فتح لنا الكنيسه دي نعمه كبيره، ادلنا التناول الحلو دي نعمه كبيره، ادلنا التوبه والاعتراف وفتح باب السماء. ونقول له اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. كل دي نعم ربنا ادهلنا، ادلنا الكلمه الحلوه المقدسه اللي بترشدنا عشان نسلك في طريق ربنا ونعرف طريق السماء، ادلنا الوقت الحلو ان احنا عندنا الفرصة ان احنا نقدم توبة ويكون لنا مكانة حلوة في السماء. وعشان كده يعترف كل لسان ان يسوع المسيح هو رب. طب وفي الاخر لهدف الايه؟ لمجد الله الاب. احنا بنمجد ربنا يسوع المسيح، وربنا يسوع المسيح صار في عن يمين العظمة واصبح كل المجد لمين؟ لله، اللي ظهر في الجسد عشان يخلصنا ربنا يسوع المسيح، واللي اتحدنا بيه عشان في الاخر يقدمنا لله ابيه. كل ده يعترف بيه كل لسان ان الرب ان يسوع المسيح هو رب، لمجد الله الاب اللي ليه كل مجد وكرامه من الان والابد امين. نكمل المره الجايه. المرة اللي جاية هنحاول إن شاء الله نكون هنا، لكن لو